نبي منافسة شريفة في الدوري. اسمع منافسة شريفة موجودة الحمد لله بحكم أجنبي وبالفار. طيب شوف والله والله عفوا أبو سيف والله يا نادي الهلال ما يقدر إلا رب اللي خلقه. بس جزاك الله شهادة شهادة نعتز فيها. يا ولد جزاك الله خير الحمد لله. دعم فار تحكيم يمكن حتى لو يجيبون حتى الفار لو يجيبون حتى الفار والتحكيم لو يجيبون قطو حق الفار ما ينفع وياه. أبو سعيد الهلال أبو علي الهلال يهزم الظروف ويهزم التحكيم ويهزم يهزم الفرق القوية. الهلال هذا الموسم الناس حتى فرق كبيرة تحاشاها وقلتها أنا المرة أبو سعود في فرق كبيرة تحاشت الهلال نقطة واحدة ففريق الهلال فريق الهلال سعادة. طيب نقطة واحدة أبو سعود بس تكفى وصل خبر منك أنت أبو سيف تقول قدم مباراة الهلال مع الاتفاق يوم الاثنين صح؟ صار ثلاثة أظن يوم الاثنين هي ثلاثة عشان شنو؟ مشاركة بطولة مشاركة خارجية صح؟ النصر راح يمر خلال الشهر الجاي يلعب تقريبا في كل ثلاثة أيام مباراة. هل الاتحاد السعودي راح يتعاون ويقدم الاتحاد السعودي مع كل الفرق في مستوى احنا نتمنى هذه هذه تكلمت عن موضوع انا اقول لك يعني خلي يحطون الجدول على جميع الانديه مسطره واحده نعم روح